بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعين الأعزاء، تتواصل الانطلاقات، تتواصل التحديات، شوط تلو الآخر ينطلق. هذا الشوط خامس الأشواط، شوطنا الذي يحمل المنافسة ويحمل التحدي خاصة بالأبكار المحليات الأصايل. خامس الأشواط وجولتنا الثانية في صباح هذا اليوم ضمن أشواطنا لسن اللقاية، حيث أن أشواطنا عدد أيضا الأشواط في هذا الصباح 20 شوطا. نتمنى التوفيق للجميع المشاركين. ناخذ المركز الأول اللي استفتحت الإذاعة وسيطرت على المقدمة. مشاهدينا الكرام، بالمركز الأول تقود السرب وتسيطر هناك على البداية وعلى القيادة الهبوب للسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري، بينما المركز الثاني ثاني المراكز التواجد والقدوم من قبل دمعة محمد بن أحمد بن راشد المزروعي. أما المركز الثالث ثالث المراكز روعة لمحمد بن راشد بن سالم الكعبي. والمركز الرابع هناك الوصول مشاهدينا الكرام والقدوم من قبل اللي وصلت واللي حضرت شموخ الهادف بن احمد بن سالم اليابري على المركز الرابع والمركز الخامس. وصل بو سالم، وصل بشعار يا مرحبا يا بو سالم. وصلت طرفاشه للزي الثاني بن عبد الله بن مصبح الاكتبي، يقدم لنا طرفاشه على المركز الخامس. والمركز السادس تتواجد فيه مشاهدي الكرام زعفرانة لسيد مطر بن محمد بن دحروي العامري. هكذا التحدي، هكذا الإثارة، هكذا المنافسة. نعود إلى القيادة ونعود إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول والتحدي الأول. السيطرة مع المقدمة، مع بداية الشوط ومع المزروعي، مع شعار المزروعي يقدم دمعة، دمعة فرح لسيد محمد بن أحمد بن راشد المزروعي. ولكن راعي الوصل، راعي الوصل يتواجد، محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم لنا حضور وتواجد هذه النوعية، هذا المسمى الجميل، هذا الحضور المشرف للهبوب، الهبوب اللي على المركز الأول وعلى قيادة الشوط. المركز الثاني تتواجد روعة، روعة حاضرة على ثاني المراكز محمد بن راشد بن سالم الكعبي. والمركز الثالث تتواجد طرفاشة قادمة بحضورها، قادمة بتواجدها على المركز الثالث للسيد ثاني بن عبد الله بن مصبع الاكتبي في المركز الثالث. أما المركز الرابع، رابع المراكز قادمة ومتواجد الشموخ هادف بن أحمد بن سالم اليابري على المركز الرابع. أما المركز الخامس، خامس المراكز تتواجد والحاضرة مشاهدينا الكرام دمعة لمحمد بن أحمد بن راشد المزروعي في المركز الخامس. أما المركز السادس، عودتنا إلى سادس المراكز وحضور زعفرانة مطر بن محمد بن دحروي العامري يقدم حضور وتواجد زعفرانة في تحدي هذا الشوط وحضورها على المركز السادس. هكذا الست المراكز الأولى، هناك الأسماء المتواجدة أيضا أسماء قادمة سوف يكون لها حضور مشرف متواجد في مسار هذا الشوط. نعود إلى الصدارة ونعود إلى مقدمة المركز الأول والتحدي الأول. الحضور هناك مع المقدمة، مع قيادة أيضا هذا المسار، مع روعة، روعة 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 على المركز الأول، روعة على القيادة، تقود الصدارة مسيطرة بهذا الأداء، مسيطرة بهذا الحضور، مسيطرة على المقدمة الأولى. روعة ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، روعة على القمة، روعة على
البداية وعلى المركز الأول للسيد محمد بن راشد بن سالم الكعبي، ولكن الهبوب متواجدة، الهبوب حاضرة لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. أبو حمد يقدم الهبوب. المركز الثالث طرفاشة متواجدة، حاضر أبو سالم على المركز الثالث للسيد ثاني بن عبد الله الكتبي، يقدم لنا حضور وتواجد طرفاشة على المركز الثالث. أما المركز الرابع هناك التواجد والقدوم من شموخ هادف بن أحمد بن سالم اليابري في المركز الرابع. أما المركز الخامس هناك شعار بن زيتون وشعار بن دحروي سادسا، ولكن البداية الأولى المقدمة الصدارة ثلاثية بقيادة روعة مع 1500 متر عن خط النهاية عن الفوز والانتصار بقيادة روعة. محمد بن راشد بن سالم الكعبي يقدم حضور وتواجد روعة، روعة بأداها، روعة بحضورها، روعة بشعارها على القيادة والصدارة على المقدمة الأولى، تسيطر بهذا الأداء الجميل وبهذا الحضور المشرف على المقدمة وعلى البداية. ما شاء الله تبارك الله، الله 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 يا روعة، الله يا روعة على هذا الأداء وعلى هذا الحضور. المركز الثاني تتواجد مشاهدينا الكرام حاضر الهبوب محمد بن سهيل بن عويضان العامري، تتواجد على المركز الثاني. أما المركز الثالث ثالث المراكز قادمة مشاهدينا الكرام ومتواجدة طرفاشة على المركز الثاني في هذه اللحظة للسيد ثاني بن عبد الله بن مصبح الكتبي، بينما وصل بن ضعيف يقدم انتباه لسيد سالم بن ضعيف بن غدير الكتبي بن زيتون، يقدم لنا السريعة محمد بن عتيق بن زيتون على المركز الخامس، ولكن صدارة الشوط المقدمة المركز الأول هناك على الصدارة على القيادة، لا زالت مسيطرة بهذا الحضور، مسيطرة بهذا الأداء. روعة على المركز الأول مع أبو راشد، طرفاشة وصل أبو سالم، وصل أبو سالم، روح يا أبو سالم، روح يا أبو سالم، روح على الصدارة على المقدمة. طرفاشة طارت إلى المقدمة، طارت. سلامي عليك، سلام يا أبو سالم، سلام، سلمت يمينك على هذا الأداء الجميل اللي تقدمه طرفاشة في هذا الشوط. عبد الله بن مصبح الكتبي، سلام بو ثاني لله يدرك، سلام يا العين، سلامي على هذا الأداء، سلامي على هذا الحضور اللي تقدمه طرفاشة في هذا الشوط. تهانينا والناموس لك يا أبو سالم، سلمت يمينك على هذا الأداء اللي تقدمه طرفاشة في هذا الشوط، لحظات وصولها. تهانينا لسيد عبد الله بن مصبح الأكتبي، والتهنية الثاني بن عبد الله بن مصبح على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني للسيد محمد بن عتيق بن زيتون، المركز الثالث للسيد محمد بن راشد الكعبي، المركز الرابع للسيد محمد بن سهيل بن عويضان، والمركز الخامس وصلت مشاهدينا الكرام الحاضرة مشاهدينا الكرام على المركز الخامس اللي هي انتباه سالم بن ضعيف، والمركز السادس زعفران مطر بن دحروي العامري. أما التوقيت 8:23. تهانينا والناموس للسيد ثاني بن عبد الله بن مصبح، والتهنية